انا وضاح. شو ها؟ شبك شو ما عرفتني؟ شو انا عبدو؟ انا وضاح ابن عمتك، طلع فيني منيح. وضاح ابن عمتي؟ يا عبدو شبك، طلع فيني منيح، وضاح ابن عمتك. لك ايه والله؟ لك انت وضاح؟ تعليل. لك هلين يا عبدو. لك هلين. يا مو يا مو انت مر الشهد وعايش. شرف شرف. يلا لحظة. يا ميت اهلين وسهلين. شرف. يلا يلا. شرف. الله حيوة ابن مرت. يا مو يا مو يا مو وضاح رجع. اهلين عليا، شلوني؟ لك هي مو عليا، مو عليا، هي شكرية مرته لرشدي. شو هالحكي خزيت العين؟ يا مرت خالي؟ والله رح اوضح. تقبرني. شلونك مرت خالي؟ كيف صحتك؟ تقبر قلبي، والله مشتاقك. الله يسلمك يا رب. شو وينه خالي؟ ماني شايفه، والله مشتاق لك وميات، وروحي عم تغرف غرف على ما ضمه وبوسه من شواربه. شوفي مرت خالي. شوفي عبدو. الله يرضى عليك، فوت لحق لك ليه بدها تاكلها؟ اكيد جاي جوعان. شيخي ماني جوعان، ماني جوعان، معيتك جيب لي هالمفاتيح. يا ابني بيتكم مهجور صار له 4-5 سنين. شيخي كرمال الله، قل لي اذا بدك تعطيني هالمفاتيح اعطيني اياهم، ما بدك تعطيني اياهم قل لي ما بدي اعطيك المفاتيح. ليش حتى ما اعطيك اياهم؟ البيت بيتك، كل مفتاح من حقك. تكل اجيب لك اياه. لحظه. ها. افتح خالي افتح.
انا خالك ابو صفوان. زلمه هلا بيكون نايم جاي من السفر تعبان، ما رح احس عليكم. والله عم نحكي مضبوط الشيخ نزيه. اي والله مضبوط. يلا يا جماعه معناها بعد الظهر بنرجع. شرفوا لعندي على المضافي. يلا شرفوا شرفوا يا جماعه، تفضلوا لعندي انا على المضافي. شرفوا. اسمع لك انا عندي مكتوب لازم ابعثه لاخيه، وبس خلصت ببل عندك. يلا سلام عليكم. اذكر له انه وضاع رجع. انا رايح معك اخذني. امشي معي. السلام عليكم. السلام عليكم. خير ابن عمي، شو عم تفكر؟ قال لا دخلك جبتوا له سيره انه كتبت كتابي على رويدا؟ لا والله يا ابن العم، ما استرجينا نحكي له، قلنا له انه طفشت وما بنعرف وينها. وليش ما قلتوا له؟ شو ليش ما قلنا له؟ يا الله يعينه الزلمه، لما ندري بقصه غياب امه وابوه رويدا جن جنانه، الا ما بدنا نزيد مصيبته مصيبه ونخبره انك كاتب كتابك على حرمته. اخي انا كتبت كتابي على ارملته، ارملته مو حرمته. والله اذا بدك يا يضرب خبره، يعني ما انا فارقه كثير، بس انا قلت لك الزلمه مانه بعقلاته وطايش حجره، يعني مشان ما يصير عيب بينك وبينه، لانه وضاح باوصك. يا وصلي ما فشار. طب بس بتعرف اب محجوب، والله انت عم تحكي الدغري. لك اخي بلا ما نقول له هلا احسن. لك اختي كما بدنا نركب له فوق مصايب ومصيبه. اخي بكره بس رجعت بيضرب القصه وقتها يبلت البحر. ماشي هاو الشيء انا بدي امشي. لا سلامتك، بس دير بالك اب محجوب مثل ما نبهتك. اخي انا من رايي ما تجيب له سيره، ونبه كمان على رجلي والحريم. لك اخي حرام اختي، لك اختي. يلا السلام عليكم. ميسرة. رشدي الحمد لله، وانت شلونك؟ اخ يا ابو عجاجه كسر ظهري بعد ما رجعت هالحاره. لك يا ريتني ضليت محبوس طول عمري ولا دريت باللي صار باهلي وحرمتي. وحد الله ونمر. لا اله الا الله. يلا قوم معي لنروح، خلينا نروح على البيت منشان تتغسل وتاكل لك لقمتين وتقعد وتستقبل الناس. اهل الحاره كلياتهم فرحانين فيك ومشتاقين لك وبدهم يشوفوك ويسلموا عليك. أهل الحارة، أهل الحارة لو إنن أولاد أصل ما كانوا بيقولوا عني خاين. أنا خاين لك رشدي؟ أعوذ بالله. أهل الحارة لو إنن أولاد أصل ما كانوا تركوا أبي بمحنته لحاله وصاروا يطلعوا عليه كلام طالع نازل شي بيوطي الراس. بس أهل الحارة ما تخلوا عنه لأبوك. بلا تخلوا عنه، وما بدي أشوف حدا منهم بنوب. بعدين أنت شلون فت على البيت؟ المسطوح. ترجع من على الأسطوح، باب البيت ما بينفتح بنوب. بس مثل ما بدك، برجع من الاسطوح. بس بدك تتغدى معي. انا ماني جوعان. ابو نمر، بغلاوه ابوك وامك ورويدا ورحمه المرحوم خالك ابو عبده تحت تراب انك تاكل معي. ابي وامي ورويدا رح يرجعوا باذن الله، بس الحازز بقلبي لك رشدي هو خالي ابو عبده. الله يرحمه. الله يرحمه. قرب ابن عبدي، قول بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسلمك يا رب. ابو عجاج، هلا انت ايمت اخر مره شفت فيها ابي وامي؟ انا ما تركتهم بنوب، أكثر أوقاتي كنت أقضيها عندهم، وبالأخص لما مات أبي الله يرحمه. الله يرحمه. بس آخر مرة شفتهم فيها بنفس اليوم اللي تركوا فيه الحارة،
العصريات كنت عنده وبنص الليل فقدناه وما عاد لقيناه. طيب هن ما حكوا قدامك انه ناويين يتركوا الحارة؟ لا والله ما حكوا شيء، بس انا حسيت انه ناويين على شيء، بس شو هو ما بعرف. قمت بنص الليل وحكيت لرويدا الله يذكرها بالخير ويرجع لنا اياها بسلامه مثل ما من علينا برجعتك سالم. امين يا رب العالمين. عم دغري قالت لي رشدي قوم خدني عن بيت عمتك لانه اكيد ناويين يسافروا وما يجيبوا سيره لحدا. لما وصلنا لهون ما لقيناه. وحد الله ابو نمر. لا اله الا الله. شو قلت ابو نمر؟ تروح معي؟ لا لا انا بدي ضل هون. شلونك وضح؟ تأمر عيوني يا خالتي. شو هي الأمانة؟ لا تقبرني، ما حنقول لك شو هي الأمانة حتى تخلينا ننظف لك البيت. لا لا أنا البيت هيك كثير عجبني. وضح تشكر القاسي، هلا اللي صار صار وهي مشيئة رب العالمين، إن شاء الله بكره الغوالي كلهم بيرجعوا وبيرجع البيت عمران أحسن مما كان، أنت أكرم من ربك. لا إله إلا الله. تقبر قلبي، رح سخن لك شوية مي، فوت تتحمم وغير أواعيك. لا مرتاحلي لا، أنا لا بدي أتغسل ولا بدي أغير أواعي. أنا لسه قدامي مشوار طويل وبعيد. يح تقبرني؟ ولوين هالمشوار؟ بدي روح دور على أهلي وعلى حرمتي. خالك وولاده وكل رجال الحارة والعقيد أبو فهد. تلفت رجليهم لك ابني وهنن عم بيدوروا ما كانوا يلاقوه. وين بدك تروح تدور هلأ وضح؟ بهالدنيا أنا ما بقدر أعيش بدونه ولا بيهنالي عيش إلا إذا لقيته. يا خلونا ننظف له هالبيت شوي. طيب يلا وشو بتعطوني اذا خليته يفتح الباب ويستقبل كل اهل الحاره؟ يا سيدي بنعطيك شو ما بدك. شو ما بدي؟ شو ما بدك؟ نصرة الكباب وكيلو ملضمينة. يا سيدي الكباب علي، يا سيدي والملضمينة علي، ومني 5 قروش. اي امشي وراي لشوف. جرب تفضل. افتح الباب يا وضاح، افتح الباب يا وضاح، افتح الباب يا وضاح، افتح الباب. تعمينا لحمة كباب، تعمينا لحمة كباب، تعمينا لحمة كباب، تعمينا لحمة كباب. الله يرضى عليه وسمعانه شو عم يقولوا. مضافة ابن الخشاب عمره ما بتسكر لباب. قوم تقبرني قوم الله يرضى عليه. ابن الخشاب مضافة ابن الخشاب عمره ما تسكر لباب، عمره ما تسكر لباب. افتح الباب يا وطاح، افتح الباب يا وطاح. مضافة ابن الخشاب مضافة ابن الخشاب عمره ما تسكر لباب، عمره ما تسكر لباب. ما يا وضاح، أنا شاهر عياش، أبوك بعمره ما تسكر بابه، وعلي جيرة، جيرة الله، إذا ما بتفتح الباب هلا، بحياتي ما رح أحكي معك، ولا رح فوت على بيتك. يلا يا مو حلوة، يلا افتح عيوني يا مو، الله يرضى عليك. ومو بس أنا، رجال الحارة كلها يا دول. شو بتخبرني؟ يلا هلا خلونا نروح. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. لحظة أكيد وضح فتح الباب. لك وينك يا رجل وينك؟ ايه علي الحلال بغيابك الحاره ما لقيم ابنه. الله يسلمك يا صفوان. لك يا رجال الحاره كلياتكم معزومين عنا على العشاء، احملوا لنا المطار. وهي الاله
لك هي لينا هي لينا هي لينا هي لينا هي لينا هي لينا أبونا مريع الزينة أبونا مريع الزينة أبونا مريع الزينة أبونا مريع الزينة ما في شيء عبي ما في شيء بس صلاة محمد شو في ما في شيء ما عاد شيء عمل معنا جاي يعزمنا على الغداء من الغداء ما عاد شيء ما في شيء يلا عبي سلام عليكم سلام شو هي الأمانة تقبرني هلا مو وقتها لا معلش خالتي معلش بدي اسمع منها رويدة الله يذكرها بالخير ويرجع لنا إياها بالسلامة يا رب آمين يا رب العالمين قالت لي قبل بنهار من طلعتها من البيت إذا طلع وضاح عايش ورجع وأنا كنت ميتة ابقي سلميلي عليه وقولي له إنه رويدة ضلت تحبك لحتى ماتت ورح تضل تحبك وهي تحت التراب بعيد الشر عن قلبها إلهي يعني هي كان حاسسها قلبها إنه أنا لساتني عايش إيه رويدة ما كانت مصدقة كل هذيك القصة